المطالبة بالحق، الساكت كالميت، لن نكون أموات، ونحن ما اعتدنا أن نكون أموات. وفي الوقت الذي يعتصم فيه زملاء لنا في القطاع العام ويرفعون صوتهم بالحق عاليا مطالبين بإقرار سلسلة الرتب أو من أجل إجراء مباريات محصورة للتثبيت، وآخرين أخوة في الوطن والإنسانية يطالبون برفع ظلم يلحق بهم، لازلنا هنا كموظفي مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي نجهد ومع آخر كل شهر لنحصل على حقنا براتب لضآلته ينتهي قبل بداية الشهر. مستشفى رفيق الحريري الجامعي يحتضر إذن، أو هذا على الأقل ما أوحى به موظفوه بعدما أكدوا أن الواجب الإنساني منعهم عن التصعيد مرارا، لكن عندما بدأ الوضع يلامس جودة الخدمة الاستشفائية مهددا استمرارية هذا الصرح الطبي كان الواجب برفع الصوت. وعليه عقدت لجنة موظفي المستشفى مؤتمرا صحفيا سبقه تجمع للموظفين المتضامنين مع أنفسهم وأسرهم ومرضاهم أمام الاستعلامات. وإضافة إلى المطالبة بالحصول على الرواتب المستحقة في أوانها، سلطت اللجنة الضوء على عدد من المشكلات التي يواجهها المستشفى. غياب مجلس الإدارة عن دوره الفاعل وعدم لعبه الدور المطلوب الذي وجد من أجله، النقص الحاد في كافة المستلزمات الطبية من مواد أولية وأجهزة، العجز المالي الحاد، رابعا النقص الفاضح في الصيانة العامة لأبنية المستشفى، تسيب والفلتان الأمني داخل حرم المستشفى، سادسا الشعور بعدم الاستقرار الوظيفي لدى كافة العاملين والأطباء. ميلاد أبو ملهب أو من بات يعرف بالرجل العاري اخترق المؤتمر الصحفي محدثا جلبة، قال كلمتين وانصرف. بدك كلمتين على الحمار فيكم، الله يرحم رفيق الحريري اللي مات. إذا بيجع رفيق الحريري لهون اليوم بيهبط المستشفى على نصكم كلكم سوا. في حكيم فوق هلا عملت معه مشكل لأنه عم بيحكي على الواتساب. بعد ذلك تابع الموظفون سرد مطالبهم وأبرزها وضع خطط إنقاذية مركزية للمستشفى بإشراف وزير الصحة وائل أبو فاعور، والعمل لإيجاد آلية طارئة وسريعة تضمن قبض الرواتب فضلا عن الاستفادة من سلسلة الرتب والرواتب. يذكر أن وفدا من الأطباء المقيمين الذين كانوا معتصمين في المستشفى كانوا قد التقوا وزير الصحة الذي بحث معهم في المشكلات التي يواجهونها، فيما طلب منهم فك الاعتصام في ساحة في المجال أمام الجهود لمعالجة ملف المستشفى.